الترنتي دولة يسجلون أول أهداف المباراة، وفرحة معين الشعباني بهذا الهدف الذي يسجله حمد الهوني بتسديدة قوية كان فيها واضحا تماما. عشاق الأحمر والأصفر والأسود عازمين على تسجيل أول الأهداف، الترنتي يعبرون إلى مرمى أولمبيك أسفي. لاحظ اللقطة كانت من عبد الرؤوف بن عيد في الأولى، والتسديدة بعد ذلك من أكوامي وصلت على الجانب الأيمن، والتسديدة بعد ذلك في المرمى من حمد الهوني يسجل أول أهداف المباراة. أسفي بن رابط تسديده.